بعض الجزران ودك تطقها له ما تطقه لأنه بزر ما يفهم. لكن هلا الباردين اللي يجيبون قلة أدب ولدهم ولا يقولوا له شيء، بالعكس مستملحينه ومدلعينه، قلنا ما نخلي عليه قاصر ولي عهد الدنمارك. بهذا البزران عقليته عقلية عقيد، مو بزر نهائيا. إذا جاي يروح بيت خوالة يرفعون حالة التأهب القصوى، لأنه بيجي عفسهم يطلع أشياء ناسينها هم من تحت الدرج، يطلع لو يجيب ذا وش حق جدك الله يرحمه، وش يطلع ينفش كل شيء، يضيع علاجات جدته يرفع عليها الضغط، الدعي عليه ما يجي شيء، لأن أمه تقرأ عليها الأوراد محفظته ابن الذي ما يجي شيء. تقول حبيبي قل بسم الله قبل ما تنام، بسم الله ما يجي شيء. ونمام يسبب مشاكل في العائلة، أنا البزر اللي ماسك الآيباد ذا بذنه، هذا هو اللي يسبب مشاكل في العائلة. قال إذا راح استراحة يذب بنات ذي في 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 المسبح، وذا يطاق معها، وذا كل واحدة تلحق ولدها ما تغفل عن إلا هي قاعدة تتقهوى، ولدها يطاق مع العمج. إذا جوا يشتكون قالوا جواهر ولدك طق ولدي فيها العبرة، لا ملف عن ولدها. قالت لها ولدي بسم الله عليه شوي حرك، ذا الطاغية هذا شوي حرك. وإذا جينوم تصورا من الدلاء وتكتب جود نايت ملاكي، هذا مال هذا قائد ثورة، هذا زعيم حزب، هذا لا 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 لا. إذا جي يوم العيد نفسه تصورة بيش تكتب صباحكم أميري، هذا أمير لا أزرطة بيشته الحين. ومرابي يحجر ذا البزارين في العيد، يعني هذا ياخذ 10، وهو الوحيد اللي معه العاب نارية، لأن هلا كمخ يتوقع أنه إذا ما حرم ولده من شيء معناته أن هذا الدلع، وهذا الحب يعني. لا الحب أنك تراعي ولدك وتناظره وتهتم فيه وتناظر وتدرس سلوكيات ولدك وشي عشان تربيه، لأنه مو بكل الناس تربى نفس التربية. ولدك عنيد، ولدك ولد مثل الطاغوت، لا هات يلا أنا ما قلنا شيء، بس بعض الناس مسرحين عيالهم فعلا ما يبذل أي مجهود. يعني ولدك حبيب خذها المسجد، ولدك أقشر ينغز المذن ويلاحق قطع الشوارع ويسوي بيت بالمصاحف، لا تجيبه يا أخي. ما يا أخي أهل الأهل الباردين ذول يا الله.